السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم في إعادة الإعمار، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله على تحلية المياه. تحلية المياه مهمة جدا، لأن الإنسان والحيوان والنباتات لا تستغنى عن المياه، ومحتاجين إن المياه تكون صالحة للشرب. ممكن تكون جنبك بحار، أو ممكن تكون مياه ملوثة، أو ممكن، فمحتاجين إن احنا نوجد طرق للاستفادة من المياه. دي طريقة بسيطة جدا، تمام؟ دي او يعني احنا حاطين بس صوره مبسطه، لكن التفاصيل كلها، ودي عباره عن رساله دكتوراه. ممكن تتواصل مع دكتور عمر حداد، انا سايب رقم تليفونه والايميل بتاعه بحيث لو حد حابب يتواصل معي. الفكره كلها ان يبقى في حوض بتحط فيه الميه، وبعد كده الشمس بتبخرها فيترسب الملح والميه تتكثف، وبعد كده تتجمع في مكان. دي الفكره الرئيسيه للمحطات بتاعه تحليه الميه من خلال التبخير، ودي فكرة جميلة. لكن ما يبقاش في واحدة مركزية المدينة كلها، لأن لو اتضربت فقدنا المياه. لازم تكون متوزعة، لو ينفع تبقى فوق كل بيت يبقى ممتاز، يعني ما يبقاش في مركزية في الموضوع. ودي التفاصيل بتاعتها بتاعت المشروع. دي برضو شكل آخر، هي نفس الفكرة، ففي مية البحر هيت. ده الخيار الشمسي، تصميم لمحطة تحلية المياه مع القدرة على مساعدة المجتمعات تنتشر المياه في البيئات الساحلية. ده في البحر بتشغل بالطاقة الشمسية، فانت مش محتاج ان انت توصل لها كهرباء خالص، وتبدأ انها تاخد المياه، وتبدأ انها ترسب الملح، وتبدأ انها تديك مياه صالحة للشرب. طيب، في بقى طريقة اللي هي توليد المياه من الهواء. نشر نشرة ورقة، هحاول برضو ارسمها معاك كده ان شاء الله. ان انت ممكن تحصل على المية من خلال الهواء، بالذات في اماكن زي غزة لانها موجودة على البحر، فنسبة الرطوبة عالية، تمام؟ فانت ممكن من خلال جهاز صغير ممكن تعمله في البيت، تنتج 5 لتر من المية يوميا من المناطق اللي تفتكر الى مصادر المياه النظيفة. فتقدر ان انت تعمله بشكل، وبالذات الحمد لله في مهندسين كتير في غزة. غزة من افضل الدول في الوطن العربي في مجال التعليم، رغم الحصار ورغم كل حاجه. فدي هتوفر ميه قابله للشرب لملايين الاشخاص في المناطق اللي فيها او جنب المناطق الساحليه، والناس جربوها في اماكن غير ساحليه واثبتت الفعاليه بتاعتها. لكن لما تكون في رطوبه اعلى كل ما تكون النتيجه افضل. طيب، ده شكل الجهاز. طيب، خلينا نحاول نشرح كده الفكره بابسط حاجه ممكنه، لان فعلا ممكن بطريقه بسيطه ويعني اجهزه بسيطه نقدر انها تتعمل. طيب، احنا هنقول بس ان ايه، ان انا عندي، هاجي هنا هحط هنا الكولينج يونت. الكولينج يونت دي انت ممكن تاخدها من اي جهاز تكييف. الكولينج يونت قول مثلا الكولينج يونت اهو، تمام؟ ده اللي هيحصل في موضوع التكثيف. طيب، وهبدأ احط هنا زي مثلا يعني صندوق خشبي، وهعمل فيه فتحات عشان الهواء يدخل. هو هيبدأ بقى ياخد الرطوبة اللي موجودة من الهواء اللي هو يمشي كده. وممكن نحط كده مروحة بسيطة عشان ايه، تساعد ان الهواء يمشي من هنا لهنا، تمام؟ وهبدأ احط هنا وعاء نجمع فيه المية، وبعد كده ممكن بعد ما يخرج من هنا نعمل فلتر عشان المية تكون نظيفة وصالحة للشرب. طيب، بعد كده هوصل بقى الجهاز دوت بالوحدة التكييف الخارجية بالشكل دوت. جهاز بسيط، ممكن تجيب مثلا جهاز تكييف يكون بايظ وتوصله بالشكل دوت. هتبدأ المية تتجمع، ويبدأ ان انت يبقى عندك ميه يوميا تكفيك، تمام؟ ممكن تديك 5 لتر من الميه يوميا وميه صالحه للشرب. ده شكل الجهاز. طبعا الجهاز غالي، لكن زي ما قلنا ان انت ممكن تصنعه في البيت عندك بدون اي مشكله خالص. طيب، في فكره برضو اللي هي التكفيف الرطب، استخدام املاح مذوبه في محاليل ملحيه لامتصاص الرطوبه. فدي طريقة ممكن انها تستخدم. في ناس مثلا بتبقى راحة في الصحراء او كده، بيبدأ ياخد معاه الجهاز دوت
يبدأ ان هو يولد له المية. شفت له بعض الحاجات بتتباع في امازون وحاجات زي كده. طيب برضو في المباني الخضراء ممكن تولد المية في المباني الخضراء من الحاجات الخاصة والمهمة، لان درجة حرارة الهواء المحصور داخل المبنى دوت بيبقى اعلى بكتير واكثر رطوبة من الخارج. تمام، ده الجهاز اللي بقولك عليه اللي انت ممكن تبقى شايله معاك، ويبدأ ان هو يجيب لك مية من الهواء، وطبعا الكهرباء بناخدها من الطاقة الشمسية. طيب برضو في حاجة جميلة جدا، ودي مفروض يعني ايه تبقى موجود في كل بيت. عندنا اتولدت كده لقيت جدي عامل الموضوع دوت. الموضوع بكل بساطة الترمبة. الترمبة ده اختراع جميل جدا، يعني اختراع يعني. الترمبة بتقدر تجيب لك مية من تحت الأرض، مثلا بتبقى على عمق المية دي ممكن 30 لـ60 متر. تمام، فبيجيب لك مية جوفية، وفكرته بسيطة خالص. تمام، الفكرة بقى عندي مثلا الأرض هنا، ففي جهاز كده تمام بيبقى عامل بالشكل دوت، وحتى بيلف بشكل يدوي. يعني احنا كنا 2 عمال جم وقعدوا ايه يحطوا الجهاز دوت، والجهاز يحفر وبيحفر وبيطلع لك التراب، وتحفر تاني وتحفر تاني لحد ما توصل من 30 لـ60 متر، ممكن 15 حسب بقى ايه طبيعة الأرض. أول ما تطلع معاك المية عذبة، لأن في أماكن كتيرة في الوطن العربي بيبقى مفيش مواسير صرف، فالصرف بتبقى موجودة هنا. تمام، فأنت لازم تنزل أكتر على أساس تتفادى إن أنت تشفط ميات صرف. طبعا أول ما بتطلع بتبدأ إن أنت تعمل لها فلتر، وتبدأ إن أنت تستخدم بشكل حلو. الترمبة هحاول أجيب لكم صورة ليها، لكن هي جهاز كده وبيبقى ليه ايد كده مقبض، بتبدأ تطلع بيه مرتين تلاتة، وبعد كده المية تبدأ تطلع وتشرب مية عذبة. فدي الميزة ان دي كان اعتمدنا عليها تماما قبل ما يبقى فيه ترمبات وفي اي حاجات من الحاجات ديت. لو مش محتاج ان انت اي مواسير من بره، هي خلاص هي مكتفية بذاتها. فده من ضمن الاختيارات اللي تكون موجودة عندي، موجودة في البيت في مصر، جدي اللي عاملها يعني. تمام، ممكن توصل ترومبا لو انت عايز، طبعا كله شغال بالطاقة الشمسية. ماشي، فدي من ضمن الحاجات. الفكرة الترومبا دي فكرة من الافكار الكويسة. لو عندكم اي افكار جميلة ياريت تكتبوها لنا عشان نبدأ نتشارك الافكار بإذن الله مع كل المناطق اللي فيها مشاكل. ان شاء الله المرة الجاية نتكلم عن الركاب.